خواتاتي خوتي المغاربه السلام عليكم. الملايين ديال الكمامات كنستعملوها يوميا، وهنا خصنا نردوا البال مزيان باش الكمامات تبقى وسيله للحمايه وما تصبح سبب في انتشار عدوى فيروس كورونا، باش ما يتصاب حتى واحد من الاسره ولا الجيران ولا خوتنا عمال النظافه. كيفاش؟ من بعد استعمال الكمامه نحيدها بطريقه سليمه وما نربيهاش مباشره في الازبال، راه ممكن تحمل فيروس وتقدر تضرب شي شخص الى قاسه او تعادي عمال النظافه. اذا خاصنا وواجب علينا نتخلصوا منها بطريقه سليمه. كيفاش؟ من بعد استعمال الكمامه نرقدها في جافيل او في الماء طايب وعاد نقطعها باش ما تعاودش في الاستعمال، ونديرها في الكيس خاص بالنفايات المنزليه ونسد مزيان، وما ننساش نغسل يدي بالماء والصابون. واخر حاجه النفايات المنزليه ما نخرجها غير في موعد جمع النفايات من طرف عمال النظافه. وهكذا غنكون ساهمت في حد من انتشار وباء كورونا. الله يحفظنا ويحفظكم وديروا بالكم.